بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة في التمريض الجراحي عن التخدير والعناية بالمريض في حجرة الإفاقة. احنا عايزين نعرف الأول ايه هي أنواع التخدير. عندنا في 3 أنواع للتخدير، عندنا التخدير الكلي والتخدير النصفي والتخدير الموضعي. هنتكلم عن نوعين بس، اللي هو التخدير النصفي والتخدير الموضعي. ايه هو التخدير النصفي؟ ده عندي فيه أدوية بنديها للمريض قبل التخدير النصفي، زي الليمونان ده بنديه في اليوم السابق للعملية. بندي العيان بتاعنا كمان أمبول مورفين قبل العملية بساعة عشان أساعد على تهدئة المريض، واديله كمان أمبول أتروبين عشان خاطر لو حصل عندي فشل في التخدير النصفي فنقدر أحول المريض للتخدير الكلي. بندي العيان بتاعنا أمبول إفيدرين بالعضل قبل التخدير النصفي مباشرة عشان أتجنب حدوث هبوط مفاجئ بالدورة الدموية أو الصدمة. بالنسبة لترابيزة التخدير النصفي، محتاجة ان انا احضرها. هنحضر فيها ايه؟ لازم اغطي الترابيزة الاول بفوطة معقمة واحضر عليها الاشياء اللي انا استعملها. الاول عندنا فيها عقاقير التخدير اللي احنا اتكلمنا عليها، عندي فيه سرنجات باحجام مختلفة، عندي ابرة التخدير او ابرة البذر، عندي كمان المحاليل اللي انا استعملها زي محاليل الجلوكوز او محلول الملح، وعندي كمان الجوانتي المعقم، عندي 2 جفنة عشان احط فيها المطهر ولو احتجت ان انا اخفف التخدير. ايه بقى الادويه اللي انا هستعملها في التخدير؟ عندي 3 انواع غالبا ما بستعملهم، عندي الموركين وعندي فيه نوعين، بيختلف عندي على حسب الثقل النوعي ومقاربته بالسائل النخاعي. عندنا فيه اللينوكاين او الزيلوكاين وبستعمله بتركيز من 2 ل 4%، عندي فيه الكاربوكاين وده بعطي بدي فيه 2 امبول 3 سنتي عشان خاطر التخدير النصفي. ازاي احضر المريض بتاعنا عند اعطاء المخدر النصفي؟ اثناء اعطاء التخدير النصفي انا بحط العيان بتاعنا في وضعين، اول وضع يا اما العيان في وضع الجلوس، العيان بيقعد عندي على حافه ترابيزه العمليات، رجله بتبقى مسنوده على كرسي، دراعه الاثنين حوالين رقبته متشابكين، الممرضه مواجهه ليه. بيبدا المريض يعمل لي انسناء لظهر المريض عشان اقدر كمان عشان خاطر المريض بتاعنا ما يتحركش اثناء ادخال الابره. بعد كده هنبدا نطهر جلد المريض. بطهر جلد المريض من اول عظمتين اللوح من اعلى لغايه اسفل الاليتين ومن الجانبين، بحيث ان انا كده طهرت الجلد كله. بعد كده بغطي ظهر المريض بفوطه معقمه من الوسط، سايبه فيها بس مكان الابره اللي انا هبدا ادي فيها التخدير او مكان الحق. طيب تاني وضع عندنا، المريض بيكون نايم على احد الجانبين، المريض بينام على جانبين بحيث ان يكون ظهره في مستوى حرف ترابيزة العمليات، بيبدأ بالتقوس بتاع ظهر المريض بمساعدة الممرضة اللي بتبقى واقفة قدام المريض. بعد كده بنبدأ نعقم مكان التخدير النصفي، بسيب العيان بتاعي لمدة 10 دقايق قبل اجراء العملية عشان اتأكد من جودة التخدير، وما ينفعش ان انا استعمل التخدير النصفي في حالة وجود دمامل، في حالة وجود التهابات جلدية، او في حالة اي مرض جلدي او بقع بتظهر عندي على ظهر المريض. ايه استعمالات التخدير النصفي؟ بستعمل التخدير النصفي في حالة ما عنديش تسهيلات للقيام بالتخدير الكلي، في حالة وجود امراض بالجهاز التنفسي زي الربو الشعبي وزي الدرن الرئوي، في حالة وجود بعض الامراض المزمنة زي البول السكري، زي ارتفاع ضغط الدم، زي في حالة امراض الكبد والكلى عشان اتحاشى التأثير السائد على الاعضاء، في الحالات الامرجنتي او في الحالات الطارئه لما يكون المريض بتاعنا غير محضر جيدا وانا خايفه على المريض بتاعنا ما عنديش وقت لتحضير المريض، في حاله عمليات البواسير لان التخدير النصفي اثبت جودته على ارخاء العضلات القابضه لفتحه الشرج، فبالتالي بيسهل لي من مهمه الجراح، في بعض الحالات الغير جراحيه زي الاكلامسيا، زي النزيف اللي بيحصل بعض الولاده في حاله استئصال البروستاتا او النزيف اللي بيحدث بعدها. كمان بستعمل التخدير النصفي في حاله العمليات اللي بتجرى في الطرف السفلي من المريض، في حالة انسداد الشريان الأورطي قبل تفرعه عشان أعمل ارتخاء لعضلات البطن. لو جينا نتكلم بقى عن مميزات التخدير النصفي، أولا قلة التكاليف، ثانيا بتجنب الكوي اللي بيحدث بعد العملية، وبتجنب المضاعفات الرئوية اللي ممكن تحدث في التخدير العام، بعمل إرخاء عام لعضلات البطن بدرجة ممتازة فبالتالي بيسهل لي من عمليات فتح البطن، كمان التخدير النصفي بيعمل لي انقباض في عضلات الأمعاء فبالتالي بترجع لحركتها الطبيعية أسرع من التخدير الكلي، وبتلاشى حدوث نسبة شلل بالأمعاء في حالة عدم وجود خطورة، مفيش خطورة منه من التخدير الكلي، بعكس مفيش خطورة من التخدير النصفي على عكس التخدير الكلي.
طب ايه عيوبه؟ اولا في بعض المرضى ما بيفضلوش حدوث التخدير النصفي لانه بيبقى متيقظ اثناء العمليه في حال التدريب الجراح لاحد مساعديه، لان دوت بيأثر على الحاله النفسيه للمريض. كمان بيعمل لي صداع بعد العمليه، ممكن يحصل لي حدوث مضاعفات بالجهاز العصبي وخاصه بالنخاع الشوكي. طب ايه مضاعفاته؟ مضاعفات ممكن يحصل عندنا الصدمة العصبية، الحمى الشوكية، عدم فاعلية التخدير، فبالتالي اضطر ان انا احوله للتخدير الكلي، الم بالظهر، احتباس بولي او الرؤية المزدوجة. لو جينا نتكلم عن المضاعفات واحد واحد، هنبدأ بالصدمة العصبية. ايه اسبابها؟ ده بتحدث ناتج عن شلل مركز الاعصاب السمباساوي الموجود عندي في النخاع الشوكي، بسبب كمان عدم فاعلية المخدر واحساس المريض بالالم اثناء العملية. اتجنبها ازاي؟ بتجنبها من خلال ان انا بدي المريض بتاعنا العقاقير قبل التخدير زي الافيدرين، ان انا برفع راس المريض قليلا عن مستوى جسمه اثناء نومه على ترابيزه العمليات، ادي العيان بتاعنا مورفين قبل العمليه عشان اهديه واساعد على ازاله الالم. طيب لو المريض بتاعنا حس بالالم، فبالتالي لازم احول التخدير النصفي احوله الى تخدير كلي. طيب لو حصلت هنعالجها ازاي؟ طبعا افيدرين بالعضل، ادي العيان بتاعنا مورفين، منبهات للدوره الدمويه زي الكالسيوم وزي الادرينالين، ادي العيان بتاعنا محاليل بالوريد زي الجلوكوز وزي محلول الملح، هندي العيان بتاعنا اكسجين عن طريق الاستنشاق، هحط العيان بتاعنا في صدمه، يبقى احط العيان بتاعنا في وضع ترندلبرج. طيب تاني حاجه ممكن يحدث للعيان بتاعنا الرؤيه المزدوجه. الرؤيه المزدوجه ازاي؟ ده بتحدث ناتج عن شلل في العصب المخي السادس. طيب لو حصل العيان بتاعنا الم في الصدر، ده انا ممكن اتجنبه وعالجه ان انا احط مخده خلف ظهر المريض. رابع حاجه ان يحدث عندي عدم فاعليه التخدير. ايه سببه؟ بسبب عدم وصول كميه كافيه من المخدر للسائل النخاعي. لو طرف الابره عندي ما دخلش داخل السائل النخاعي. قديما لو كنا بنعقم الالات بتاعتنا عن طريق الغليان وانا استعملت فيها ماده قلويه، طبعا ده ما بيحصلش دلوقتي. طيب كنت اتجنبه ازاي؟ اتجنب اولا لازم اتاكد من دخول طرف الابره للسائل النخاعي ووصول كميه كافيه من المخدر. تاني حاجه ان انا اغسل الحقنه بالمخدر عن طريق استعمال انبول مخدر الاول وبعد كده املاها بانبول اخر. طيب زمان بقى لو كنا نعقم الالات بتاعتنا بالاوتوكلاف، وزمان لو كنا بنستعملها بالغليان، كان ممكن نتغلب على المشكله دي ان انا ما استعملش بيكربونات الصوديوم داخل الماء بتاع الغليان للتعقيم، واستعمل حاجه حمضيه زي حمض الهيدروكلوريك. يبقى بعد كده عندنا خامس حاجة من المضاعفات اللي بتحدث عندي من التخدير النصفي، عندنا الصداع. الصداع ده بيحدث في 30 لـ 20% من المرضى تاني أو تالت يوم العملية، بيحدث في مؤخرة الرأس والرقبة، قد يصحبه غثيان وللأسف المسكنات لا تجدي فيه. طيب أتجنبه إزاي؟ أتجنبه استعمال أرفع إبر ممكنة أثناء التخدير النصفي، أدخل الإبرة بحيث إن هي تعمل لي على فصل الأنسجة وعدم قطعها، إن أنا أتأكد من تعقيم الآلات والأدوات اللي أنا بستعملها في التخدير النصفي، أتجنب إن أنا أستعمل مخدة تحت رأس المريض وعدم أرفع أرجل السرير أول 24 ساعة بعد العملية. لو المريض بتاعنا عنده تاريخ مرضي لحدوث الصداع بعد عمل أو مضاعفات للتخدير النصفي، فنتجنب حدوث التخدير النصفي. طيب لو حدث اعالجه ازاي؟ لو العيان بتاعي اشتكى من صداع، عندي في حالتين. لو الصداع ده ناتج عن انخفاض ضغط السائل النخاعي، فهندي العيان بتاعنا كميه كبيره جدا من السوائل عن طريق الفم. لو ما سمحتش حالته، فبالتالي هنديله السوائل عن طريق الوريد، ان انا هستعمل حزام للبطن مشدود جدا وادي الادويه اللي هيكتب عليها الطبيب. طيب لو الصداع ده ناتج عن ارتفاع في ضغط السائل النخاعي، فهندي المريض بتاعنا جلوكوز 25%، عدم اخذ سوائل بالفم او الوريد، وفي كلتا الحالتين ادي العيان بتاعنا اعالجه بالمسكنات زي الاسبرين. بعد كده عندنا الالتهاب السحائي او الحمى الشوكيه. التهاب يعني حصل عندي فيه عدوى، يعني حصل عندي ارتفاع في درجه الحراره. طيب العدوى دي حصلت عندنا فين؟ حصلت ناتج من دخول ميكروبات للسائل السحائي بسبب عدم تعقيم الالات اللي انا استعملتها في التخدير النصفي جيدا. التهاب هيشتكي من ايه؟ يبقى عندي ارتفاع في درجه الحراره، في عندي الم وتقلص في عضلات الرقبه والظهر. طيب هعالج العيان بتاعنا ازاي؟ بعالج العيان عن طريق استعمال المضادات الحيويه بالعضل وبالوريد وممكن كمان داخل السائل السحائي. ممكن يحدث كمان للمريض شلل نصفي اسفل، ده بسبب المضاعفات بتاعه الحمى الشوكيه او الالتهاب السحائي او ناتج عن اصابه النخاع الشوكي او الاعصاب بالابره. المريض بتاعنا بيقعد في حاله تخدير لمده 6 ساعات على الاقل بعد العمليه.
يبقى احنا كده اتكلمنا عن التخدير النصفي. بعد كده تاني نوع عندنا التخدير الموضعي. ايه طرقه؟ عندنا فيه 3 طرق للتخدير الموضعي، يا اما عن طريق وضع المخدر على السطح المراد تخديره عشان اخدر الاغشيه المخاطيه مكان العمليه باستعمال الكوكايين زي عمليات الانف، التخدير من 4 ل 20%، او ان انا بعمل تثليج سطحي للجلد باستعمال كلورو الاثيل، ان انا برشه على الجلد زي عمليات فتح الخراج، او ان انا بعمل له حقن تحت الجلد. تالت نوع عندنا اللي هو استعمال اللوجنوكايين، وده بحقن المخدر في مكان العملية بتركيز من 0.5 ل 1% على ألا تزيد عندي الكمية عن 150 سنتي، وبحقن مكان العملية بنفس التركيز. يبقى احنا كده اتكلمنا عن انواع التخدير، اتكلمنا عن التخدير النصفي والتخدير الموضعي. لو جينا بقى على رعاية المريض داخل حجرة الإفاقة، يهمني وضع المريض واتكلمنا عليه في المحاضرة اللي قبل كده. أهم حاجة عندي في وضع اللي أنا بحط جميع المرضى في وضع اللوز عشان أتجنب الاختناق، وخاصة في عملية اللوزتين. المريض بتاعنا ممكن أنيمه على الجنب مع إمالة الرأس على الجانب عشان لو حصل عندي قيء ما يحصلش الاستنشاق القيء يؤدي لمضاعفات رئوية، او ان انا بحط العيان بتاعنا في وضع فاولر، ان انا برفع ظهر السرير وخاصة في عمليات فتح الصدر والقلب، الا لو المريض بتاعنا في حالة صدمة فبحطه في وضع تريندلبرج. وبعد كده بنراجع كمان اوضاع المريض في حجرة الافاقة اللي اتكلمنا عليها في المحاضرة اللي فاتت. طيب لو جينا لملازمة المريض، المريض بتاعنا ما ينفعش ان انا اسيب المريض بتاعنا في حجرة الافاقة تماما، لان المريض ممكن يتحرك ويؤدي لسقوط المريض ويؤدي لاصابة المريض. طيب سقوط المريض ممكن يؤدي لمضاعفات خطيرة، منها كسر الجمجمة او ارتجاج بالمخ. هنلاحظ القيء اللي موجود عند العيان بعد العملية خاصة من التخدير، وان انا هسرع بخفض راس المريض عن مستوى الحنجرة، هعمل امالة لرأس المريض على الجانب، وان انا اعمل تشفيط وتنشيف للقيء دوت بعد ما افتح الفم بمبعد فكين عشان اتجنب حدوث الاختناق والاستنشاق من القيء. طيب هبص على الاطراف، عندي في الاطراف العلوية والاطراف السفلية. الاطراف العلوية بحطها يا اما جانب المريض يا اما مثنية على صدره، لازم تكون في مستوى منخفض عن مستوى الجسم عشان ما يحصلش عندي شلل، يبقى ما ينفعش احطها اقل من مستوى الجسم. طيب بالنسبه للاطراف السفليه لازم تكون محطاش على جزء بارز من الترولي او السرير عشان ما يحصلش عندي في تجلط وانسداد في الشرايين بتاعه الساقين، ومنها تنتقل عندي للشرايين الرئويه ويحصل عندي انسداد رئوي ممكن تؤدي لا قدر الله الى الوفاه. طيب لازم اتاكد كمان من عدم وجود تيارات هوائيه موجوده عندي داخل غرفه الافاقه عشان ما يحصلش اصابه عندي للمريض بالتهابات شعبيه ورئويه. طيب الوصلات والانابيب الموجوده عندي المثبته بالمريض لازم عباره عن ايه؟ عباره عندي عن اساطر البول والمثانه والحالبين، عندي فيه الاساطر الوريديه، اجهزه الوريد، عندي نقل الدم، عندي انبوبه الريل والانبوبه الصدريه. لازم اتاكد ان كل الوصلات بتاعتي في اماكنها الطبيعيه. بالنسبه لاساطر البول لازم تكون عندي اسفل مستوى المريض عشان البول ينزل عندي بالجاذبيه. بالنسبه لاجهزه الوريد لازم اتاكد بسريانها بشكل طبيعي وبالنسبة الطبيعية اللي أنا حددتها. لازم أراعي كمان عدم تسرب المحلول اللي تحت جلد المريض عشان ما يحصلش عندي فيه تورم وألم في ذراع المريض. طيب لو العيان بتاعنا بعمله نقل دم، لازم أفضل جنب المريض ولازم أراعي العلامات بتاعت عدم تجانس الدم زي ارتفاع في درجة الحرارة، حدوث تورم، حدوث رشح موجود عندي على الجلد. طيب بالنسبة لأنبوبة الرايل هلاحظ كمية الشفط ولونه وتدوين الملاحظات دي. طيب على الأنبوبة الصدرية أتأكد من تحرك أتأكد الأنبوبة الصدرية عندنا شغالة من خلال إن أنا أتحرك من أتأكد من حركة السائل اللي موجود عندي داخل الأنبوبة الصدرية إلى أعلى مع الشهيق والأسفل مع الزفير. لازم يكون عندي كمان في 2 جفت متواجد جنب المريض عشان أقفل الأنبوبة الصدرية لو حصل عندي إن هي اتكسرت، أو إن أنا هقفل الأنبوبة الصدرية، أو إن أنا هفرغ المحتويات اللي موجودة فيها. طيب هنلاحظ العيان لإيه؟ هلاحظ العيان على لون المريض، هلاحظ فيه لون الشفتين الأظافر عشان لو حصل عندي فيه إزرقاق في اللون أو شحوب في اللون، هلاحظ برودة الأطراف خاصة في الأيدي والأقدام، هلاحظ العلامات الحيوية للمريض من تنفس ونبض كل 10 دقايق، هلاحظ فيه السرعة والعمق وانتظام وسهولة أو صعوبة التنفس، هلاحظ الحرارة والضغط كل ربع ساعة. لو حصل قيء عند العيان فأنا الإسراع بتنشيفه وتجفيفه، لو حصل عندي نزيف من الجرح أو مكان الدرنقة فأنا بحط عليه غيار جديد واعمل علامة على مكان النزيف، والاحظ كمان علامات النزيف الداخلي.
طيب هنلاحظ ايه كمان؟ هنلاحظ حالة المريض العامة من درجة الإفاق أو الغيبوبة باستعمال مقياس جلاسكو، ابتداء إحساس المريض بالألم وبالتالي أبدأ أديله المسكنات على حسب إرشادات الطبيب. في حالة وجود الرعشة، ده ناتج عن عدم تدفئة المريض بالأغطية أو عن عدم تجانس الدم لو أنا بعمل نقل دم للمريض. طيب هعرف ازاي ان المريض بتاعنا في حالة إفاقة كاملة؟ قال لي في حالة الأطفال هيبدأ بالصراخ، في حالة الشخص البالغ هيبدأ يتكلم. امتى ننقل المريض بتاعنا من غرفة الإفاقة؟ بعد رجوع جميع الانعكاسات اللا إرادية للمريض، زي منعكس البلع، زي منعكس السعال، عشان تتجنب حدوث الاختناق أو استنشاق الكائن الموجود أو أي جلطات دموية موجودة عندي بالفم، فبالتالي تؤدي لانسداد في الحنجرة أو انسداد في الممر الهوائي. بالتوفيق إن شاء الله.